الصيام ما عنده حتى شي تأثير على الغدة الدرقية، حيث محد الهرمونات مقادين، إذا ما كيأثروا في حتى شي حاجة. إذا باش نكونوا ما كاينش الجواب باين، ما كاينش تأثير ديال الصيام على الغدة الدرقية. إذا خاصو حنا شنو هو الشرط؟ هي يكون كياخد الدواء ديالو بانتظام، غير حنا اللي ما كنبغيوش هي الدواء خاصو كياخدو كل نهار، ياخد الدواء ديالو. ملي كياخد الدواء ديالو في الوقت ديالو وما كيحتارم الوقت اللي خصو ياخدو، هي نص ساعة قبل وجبة السحور، بهذه الصفة هذه كيكون طبيعي وما كاين حتى شي تأثير، كيدوز النهار ديالو عادي وما عنده حتى شي مانع باش ما يأديش الفريضة ديالو.